انا هقول لك على نصايح تبتدي بيهم في العشرينات، ونفس النصايح دي هي اللي خلتني غني في اخر العشرينات برضه. النصايح دي لو ما طبقتهاش من دلوقتي صدقني مستقبلك هيضيع. النهارده بقى هقول لك على شويه حاجات كده تبتدي تطبقهم من اول ما انت مراهق في المدرسه وفي الجامعه وهكذا. الحاجات دي هتخليك تسيت اب نفسك للنجاح قدام، ونفس الحاجات دي هي اللي خلتني غني قبل ما اوصل ال 30. تعال اقول لك عليه. اول حاجه لازم تطبقها، تبعد تماما عن الباي ناو بي ليتر. اي حاجه، اي شركه تقول لك دلوقتي ما تدفعش فلوس وقسط على اربع اقساط متساويه من غير فوائد، ما تدفعش حاجه وقسط بالشهر بفايده صغيره، كل الكلام ده هلك. الحاجه لو معكش فلوسها دلوقتي ما تشتريش. الحاجه لو انت ما تقدرش تشتريها دلوقتي ما تشتري. تفتكر الشركات دي بتعمل فلوس ازاي؟ عمرك سالت نفسك؟ عشان معظمنا بيقول انا مش هدفع حاجه دلوقتي، ندفع على اربع شهور قدام، وبيزنوا نفسه قدام. ما انت لو مش قادر عليها دلوقتي مش هتقدر عليها قدام. وبيعمل كده مش مع حاجه واحده بس، بيعمل كده مع موبايل، بيعمل كده مع اللاب. هيلاقي نفسه بيدفع في الشهر قد اللي كان هيدفعه في الموبايل لوحده. ده غير انك لما تدفع فلوس دلوقتي انت بتخلص من قيمتها دلوقتي. لما بتدفع الفلوس دي قدام الشركه هي اللي بتكسب عشان قيمتها بتعلى. انت خسران في الحالتين، بتزنوا نفسك وقيمه الفلوس دي بتقل، فانت بتدفع اقل في حاجه انت اوريدي بتستعملها، قيمتها مش ماسكه نفسها. فانت الخسران من كل حاجه. الشركات دي مش عبيط، حتى اللي بتقول لك زيرو فوائد هو برضو الكسبان. فعشان خاطري ما تزنقش نفسك، لو الحاجه ما معكش فلوسها دلوقتي ما تشتريهاش. الموضوع بسيط، اصبر وحاول. تاني حاجه ودي فرقت جدا في حياتي انا، وهو ان انا عمري ما بشتري حاجه لما عاوزها دلوقتي. قطعت كونسبت اسمه الامبولس باينج، ما بشتريش بمشاعري كده. لازم انام على الموضوع يومين ثلاثه اقل حاجه، اشوف انا لسه عايزه بنفس الرغبه ولا لا. وفي الطبيعي 9 من كل 10 مرات الاحساس ده بيروح وبنسى اصلا انا كنت عايزه. فده مش مهم. الفلوس والاولويه للحاجات الاساسيات بس، الاكل الشرب السكن بس، كل الباقي انت مش محتاجه. فنام عليه يومين ثلاثه، شوف انت لسه عايزه ولا لا. ولما تعوزه هنيجي هنا ثالث حاجه بقى، وهي انك لازم دايما تدور على السيل. تستغل انك ستودنت او طالب بيعملوا لك تخفيضات كتير جدا، تستنى يوم البلاك فرايداي وتشتري اللي هو باي 1 جيت 1 فري، او تشتري حاجات 70% خصم. ما تشتريش حاجه بسعرها الطبيعي، دايما استنى سيزون السيل، او استغل مكافئات الستودنتس بتاعتك. ما تشتريش حاجه بقيمتها الطبيعيه، عشان قيمتها الطبيعيه دي دايما السعر مضروب في 6-7. استنى دايما العروض على الحاجه اللي انت نمت عليها شهرين ثلاثه ولسه عايزها، مش يومين ثلاثه كمان، عشان العرض دايما بيجي في الوقت دايما اللي انت مش محتاجه. فدايما بتستنى لما تعوز حاجه للعرض الجاي، فهتنام على الموضوع كده شهرين ثلاثه. لو انت لسه عايزه ساعتها هتشتريه بقى. وهنا هنخش على العاده اللي بعديها، ودي مهمه جدا، وهي عاده الامتنان وتاجيل المكافاه. لازم دايما تدرب نفسك على انك تبقى ممتن للحاجات اللي عندك، على صحتك، على شكلك، على النعم اللي ربنا اداها لك. دايما دايما هتحس كده بزهد، وهتحس انك مش عايز اللي انت بتفكر فيه ده، انت مش محتاجه. الحمد لله على اللي معاك دلوقتي، انت مبسوط بيه. كل حاجه تانيه جايه بونص مش مهم. فلو عودت نفسك على الامتنان من دلوقتي، وانك تشكر ربنا، وانك تبقى مبسوط باللي عندك، صدقني مش هيفرق معاك اي حاجه غير انك تحافظ على اللي معاك، مش لازم تزود عليه. وده هيطور فيك عاده انك تاجل المكافاه، تاجل الحاجات اللي انت فاكر انك عايزها، عشان انت مش محتاجها، انت عايزها بس عشان تبهر بيها اصحابك، تبهر بيها حد انت عايزه. كلام فاضي ملوش لازمه. فالامتنان بيخليك تطلع من الحوارات دي كلها. واخر مهاره هنا، ودي بتعمل جدل شويه، هتفرق في حياتك جدا، وهي انك تتعلم تعمل اكلك قدام. لما تفتح بيزنس ويبقى فلوس شغاله، ساعتها اشتري حد، او عين حد، او اشتري اكلك من بره. ساعتها وقتك اهم من الفلوس اللي بتصرفها في الاكل دي. بس دلوقتي وانت لسه بتكبر كل قرش مهم، اعمل اكلك في البيت. وما بكلمكش تبقى شيف، اعمل اساسيات، شويه فراخ، شويه لحمه على النار وخلصنا، ارمي شويه رز الحله بميه وخلصنا. اعمل اساسيات، هتوفر فلوس كتيره جدا في الاول. هتهلك شويه وقت، بس صدقني هتاكل انضف، هتحسن صحتك، وهتوفر فلوس كتيره جدا. وقدام صحتك هتفيدك ان يبقى معاك فلوس، فتعرف تشتري حد يعمل لك اكل نظيف، وهتوفر وقت يجيب لك فلوس اكتر. وده اللي احنا بالظبط بنعمله في التداول، بننمي مهاراتنا دلوقتي عشان قدام البيزنس يمشي نفسه. ادخل سجل على منصه اكسبرت اوبشن من اللينك تحت تشوف او كومنت برده، وتداول بايدك معانا او بقى كل اسبوع عشان تتعلم صح وما تتفرجش بس. تعالوا نعمل 5 ساعات تداول بتوع النهارده بقى، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس. We'll be right back.
وبس كده سي زي ما انت شفت، مش مهم انك تخسر، المهم انك تكسب اكتر من انت خسرته وتطلع باكتر من انت دخلت بيه. ادخل سجل على منصه اكسيت اوبشن من هناك تحت تشوف اول كومنت برده، واداوا بيدك معانا اول باو كل اسبوع عشان تتعلم صح، ما تتفرجش بس. لو عندك اي اسئله سيبها تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.